يا مرحبا باللي يلفون مباركين مشاركين، يا مرحبا باللي يلفون مباركين مشاركين، انا اشهد انهم شرفونا واكرمونا بالحضور. يا مرحبا ترحيب انتو في مقام الحاضرين، انا اشهد ان حضورهم للحفل زاد النور نور، بالمسك والعنبر وعطر الورد مستقبلين ضيوفنا والعود الأزرق في البخور، ولا نعات من ظروف تمنعه يا طيبين، من عين الفرصة هلا من غاب عنا فمعذور. الليل فرحتنا بجيتكم تراها فرحتين، يلي غلاكم حافظين في القلوب الصدور، أفراحنا ما تكتمل إلا بكم يا الغانمين، بقدومكم يا ضيوفنا لفراحنا زاد السرور، بقدومكم يا ضيوفنا لفراحنا زاد السرور. يا مرحبا باللي يلفون مباركين مشاركين، يا مرحبا باللي يلفون مباركين مشاركين، انا اشهد انهم شرفونا واكرمونا بالحضور. يا مرحبا ترحيب انتو في مقام الحاضرين، انا اشهد ان حضورهم للحفل زاد النور. السلام عليكم. السلام. انتو عافيكم؟ طيبين. طب الله فيكم. كيف انتو؟ عافيكم. طيبين. عافيكم ماجورين. الله يعافيكم ماجورين يا رجال. الله حيهم. الله يبقيكم. سلامتكم جميع. الله يغفر لي على الربع المطليق. معنا اهل اليامي ومعنا المريض والربع اللي تشوفوني وجيهم. معنا ربع مسجل نساميهم ولا الغايب عذره معه. 15,000 انهي واجدتي تستاهلونها. وانهي شوي مسمنوها، والمرض قد جاكم قعود، والله ما ودنا ما نخدم المطاليق الا بالكلام، والله يخدمونا بالفعل. وسلامتكم جميع. انتو شلون؟ الله يحييكم، يحيي ما جيتوبه ويطول اعماركم، وانتم وافين ومطاليق معنا دايم، ومرحبا ومسهلا، وقلت الله يحييكم. والله ما نافى الا موافاكم، وانتم المطاليق، وانتم اللي علومكم غانمه. ارحبوا ارحبوا. ارحبوا يا ضيفان. وفقكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. طيبين يا رجال. عافيكم. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالنور. العلم سلام ذا الوجيه. اسال الله الذي لا اله الا هو ان يديم ستره علينا وعليكم، وان يوفق ولاة امورنا، وان يحفظ امن هذه البلاد، وان ينصر جنودنا المرابطين على الحدود. جاتنا دعوه من زميلنا الغالي سعود بن راقع. أكبرنا على هذا الشان، نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهم في خير. حين خوياك من المركز أكبرنا بنفعة، إن هي واجب تستاهلها، وإن هي قليلة من سمنها حضورنا. وسلام ذا الوجيه. وانت سالم من كل شر، الله يحييك. ومن يسمع طول عمرك يحيي خويك اللي معك، ومرحبا ومسهلا. حسب ما سرت عليه ألقيت رحلتك عليه شاننا، وبيض الله وجهك، ومرحبا ومسهلا، وقلت حياكم الله. طول اعمارك. مرحبا يا ابو تركي، الله لا يهينك ويجمل حالك. وابو سعيد بيض الله وجهكم جميع، ومرحبا والله ومسهلا. الغيت رحلتك
اللي انا خابرها برا المملكه. والله العظيم ما ودي انك جيت وشاهد الله من غير شنا، ولكن الله يبيض وجهك ويجمل حالك. على كل حال انا دعوت منك يا ابو راقع، والله يجعله مبروك. ما انا عانيت لك تستاهله، وانا قليل افشل منها. الله يبقيك، الله يبقيك، سلامتكم جميع. الله يحييكم، الله يحييكم، الله يحييكم، الله لا يهينكم ويجمل حالكم. الله لا يهينكم. مرحبا مسح الشيخ وليد بن سويل مال زيدان. الله يعافيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالنور. كيف حالكم جميع؟ الله يعافيكم، ما جرني يا رجال. جاركم الله وسلمكم. يلا حيهم. والزواج مبروك. الله يبارك فيك وفيه. عفاكم على الله، الله يجعلنا ولكم مسترة. إخوان وعلى الدين أعوان، وربع ورفاقة، بني عم وإخويا. جاتنا دعوة وجينا مشاركي ومباركي ومعاوني ونفاعة. أنتم بني عماننا ونحن بني عمانكم، منحم شيء واحد. معنا 20,000 ومعنا رشاش من جابر بن مداوي، معنا إخويا لنا، معنا قعود قد وصلكم، معنا اخويا لنا من آل يزيد،
تعرفونهم بيسامهم وعطواتهم قدام يسامها. ومعنا خويكم اللي في المعرض يا سعود اللي هو هلال، معه 1000 ريال ومعه بشت. سلامها الجميع. انزين شيء فوالله نودنا يزين، وان قصر شيء فالقصور منا. وسلامتكم وانتم سلوم وافين. مرحبا ومسهلا، ان الله يحييكم ويجمل حالكم ولا يرويكم شر ولا مكروه، وانتم وافين ومطاليق والله يكثر خيركم وافين معنا دايم. وقلتوا مرحبا ومسهلا، الله يبقيكم يطول اعماركم. مرحبا يا رجال، مرحبا ومسهلا، الله يعافيك سلمكم الله. الحمد رفع وطاقة ولا بين الرسميات رفع الحافة اللي فاضي ذا الليل يمشي على المناسبة اللي قد جه، والله يغنيكم ويخلف عليكم. واللي عنده ارتباط ولا عنده الشغل نبغاكم تعذرونا. أما بالنسبة للشيء اللي يجي لنا والله ما يجي لنا إلا ما قد شو. وسلامتكم. الله نصر سلمك وعدكم في كل بيت من البيوت، الله يطول عمرك ويأمركم ولا تألم واحد يجمعكم في واجب واحد، نضرب بوجيهنا في غدا بكره، ان الملعشة ما يسمح حدكم يروح. أصلت علينا. الله يطول أعماركم ونفدا لحالكم، وما بالنسبة لنا خاصة أجمع لنا تخصنا، والله ما يكتب لنا. حرف من الله، حرف من الله يكفي، نفدا لحالكم. أسمع، حرف من الله يكفي. أما بالنسبة لذا الليل، فأن اللي مع فرصة يجلس. واللي ما عنده فرصة نبغاهم تعذرون. أما بالنسبة لي أنا أفضل أن الضيفان إنها في البيت، وأنا مستأذنكم من الحين. والربع عندهم شارد ويمكن اللي عنده، واللي ما عنده فأنا أعتبركم والله أنتم أسرة واحد. جعل ربي يطول أعماركم. عندي ديوان في خص كبير لكم والله العظيم يهدينا شر. الله يطول أعماركم. نفدا الحافة. تم يا شر، تم والله. حرف من الله يكفي جان إفتاح، والله ما يكتب لك إلا ما قد شو ذا الليل اللي جلس على، فربي يطول أعمار. ما يسمع الحد إلا حد عنده ظرف بين. فأنا بالنسبة لي أنا وأخواني أنا والله تنازل عندنا ضيفان وعشاء. أما بالنسبة للرب اللي عنده فرصة نعتبركم أهل الرب، والما اللي ما عنده فرصة أبشروا بالعوض، مرحبا ومسهلا، خلي سوى الله يحييكم تحية الوطن. يحييكم، يحيي ما جيتوكم، وأنتم واقفين يا الرفاق، واللي عندكم النار، والله يطول أعماركم. ومرحبا ومسهلا، حياكم الله. مرحبا
السلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ افيكم طيبين؟ طيب الله فيكم. كيف يا رجال؟ افيكم مجرن يا رجال؟ الله يعافيكم، سلمكم الله، حياكم الله، سلامتكم جميع يا صالح. وانتم شلون؟ جيناكم معاونة، والمعونة من الله. معكم 4300، إن هي كثير تستاهلونها، وإن هي قليل فاعذرونا علىها وعفاكم. أبيتوا منا يد الربع اللي تشوفون وجينا. أبيتوا والله يحييكم ولا يهيكم، يرفع قدركم، ومرحبا ومشهلا، وانتم وافين يا الرفاقة ومعنا دايم. والله يحييكم، الله يبقيكم. مهدد بن سعود في الدمار والمعذرة يطلبك من العذر، واللي غايب ان اسمه في الكشف. فركته معنا وهو له لزوم. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب فيكم، كيف انتم؟ الله يعافيك مجري يا رجال. الله يعافيكم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. دعيتنا يا سعود، والله يبني بيتك وجعل بيت الصيب النصيب، الحظ لما يخيب. دعيتنا ولا أنه فلوس والعذر، معنا عطاء، إنه كثير تستاهله، وإنه قليل فتسمنه، وإن تعذر منكم في المجلس، معنا شارم هذي ذا الشار وطرقته بعيدة، وعفاكم وطولة بقاكم. عفيته والله يحييكم، يطول عماركم، يحييكم. الله يبقيكم. إلى العذر ما نسمح لكم تروحون، إلا إن كان الله يعلم إن هناك عذر يجبركم على المراح. الله يطول، ولا ما نسمح لكم. الله يطول عماركم. الله يطول عماركم. مرحبا ومسهلا. ودنا والله احنا قبلنا مع اخويانا، ولكن بدرنا ومعنا شارم مثل الشارم، والله يطول عماركم. مرحبا والله ومسهلا، والله لا يهينكم ويجمل حالكم. مرحبا يا رجال. الله يبقيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلامكم الله. الله حيهم. سلامكم الله. الله يعافيك. بارك الله فيك. ارحبوا يا رجال. ارحبكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طيب الله فيكم. ماجورين؟ عافاكم الله. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طيب فيكم. يلا حيكم وجل الجميع. عافيكم. سلامتكم وطولة عماركم. انتم شلو؟ جانا عزمين من سعود نفداه، حبينا المصلي هنا يا صبيان الفرحان الحباب. ونعم ما عليكم زود، مشاركينكم في زواجكم وفي فرحتكم، وعسى الله يتمم للمعرس ويبارك عليه ويجمع بينه وبين اهله في خير. معنا 2000 ريال مني انا وعبد الرحمن بن مسفر نفداه وعواننا، ونخف شورم فسمنوه، وسلامتكم وطولة عماركم. تسلمون وتسلمون. حنا ودنا ان مقبلين عليكم بصف، وانتم من هالصفوف وهل العلوم الغانمة وتستاهلونها، وانتم من أهلها. ولكن والله الذي لا إله إلا هو إنه في زواج، عندنا زواج إن الربع كلهم في زواج، ومتقالن على صبيانا السريع، فتعذرونا في الشيء ذا، وسلامتكم وطولة عماركم. وانتم سلوم الله يحييكم، ومعذورين ومرحبا ومشهلا، وانتم وافين ومطاليق، والله يحييكم. طول عمارك. صلوا على محمد، كلنا نصلي على النبي. والله يحكى وراء ابن عمي واخوي إنه رمي من وراء الصف، لكن كل زوره فيه شور. أبوه راقعنا فداه، والله إنه غالي، وأنا معتني له من الشرقية، والله العظيم زي ما قال الرجال ذا، إن ودي إن الصف من الجال للجال، وإن ودي إن هداياه فيها كل علم غانم، لكن ما ودنا نشد عليه ولا على عمارنا، وهذا فرح، وفيها زايد عفاكم. مرحبا والله مسهلا، والله يحييكم تحيات المطر، وارحبوا يا رجال. ارحبوا. 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 السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طب الله فيكم. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ سلمهم. ماجورين؟ الله يعافيكم. الله يسلمهم. مبروك ما سويتوا. الله يبارك فيك. زلوا. الله حيهم. الله حيهم. الله حيهم. عليكم زود. الله يحييكم. الحياة لها الحب كسبها.
عليكم. سلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طب فيكم، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طب الله فيكم. ماجورين. الله يعافيكم. يلا حيهم. الله يبقيكم، اعفاكم ولا شر جاكم. خدمة للشيبان اللي معي اللي حق مني في الكلام لكن خدام لهم. وافين على داعيكم، دعوة غالية من ربع غلاه، والفينا مشاركين ومباركين. نقول للمتزوج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهم في خير. ومشاركين بمعونة من الله معنا 9200 ريال، لا هي بقدركم ولا بجهدنا، ولكن صغار العطايا ولا أكبر المعاذير. معنا علي بن مسعود الشايب يعتذر منكم، تعرفون شغله. ومعنا بادي الدوسري المقدم، بادي ابن مبارك الدوسري. ونعم أرسلنا ويعتذر منكم في الحضور لظروف. معنا في صفنا مسلي ابن قليل الغازي. ونعم معنا في صفنا وقطته معنا. وسلامة الجميع. سلمتوا ولا ندمتوا، والله يحييكم يطول عماركم وانتم وافين، ومقبول ان عطاكم ومقبول ان عطى خوياكم اللي معاكم. ومرحبا ومسهلا، والله يحييكم. مرحبا ومسهلا، الله يحييكم تحيات المطر. وارحبوا يا رجال. الله يغنيكم. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طاب الله فيكم، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طاب الله فيكم. علمنا سلامتكم. سلمت يا سعود، ولا تخص بشر، دعيتنا وانت خوين غالي، علومك عندنا طيبة، ما جانا عذر في الوصول والمباركة. معنا عطاء والعطاء من رب العطاء، ان قل العطاء ما قل الغلاء. أنت راعي المادة الأولى وراعي العلم الأول، وعلومك عندنا يا خوينا كلها طيبة. هذا الحال الأول. الحال الثاني، انقل شيء في تسمنها المحبة والعلوم الطيبة اللي بيننا وبينك، والله لا هو بجهدنا لا في المال ولا في الرجال، ولكن اليوم يوم فرح، ومثل ما قالوا الفرح على اسمه، ولا لو إنه يوم شدة جاء فوق المال مال، وجاءوا مع الرجال رجال يعجبون عينك ويعجبون عين ربعك. الفينا يا طويل العمر، قدموني المطاليق ولا اني بطلق منهم. معنا رايد الكيرعاني خوينا وفي راسه كلام وبيتكلم ذا الحين، ومعنا بن عايف العلي معه كلام وبيقول به ذا الحين، وعفاكم على الله. الشيء الثالث، ما جينا في ذا المكان في ذا الوقت الا ورانا التزامات، عندنا ازواج في ابها واللي عندها ارتباط، هاو عفاكم على الله. عفيت عفيتوا، والله يحييكم. الله يمسيكم بالخير جميع. يا ابو مداوي ولا تخص الا بخير، الله يبارك لك ويبني ابناك ويفاول كل ولد الصالح. والله الذي لا اله الا هو علي الطلاق من راس عيالي، ان نيتي بالحضور والمشاركه مثل ما قد علمتك، وعسروني ضيفان وعشاهم عندي في البيت اجناب جايين من خارج المنطقه. هذا علمي سلامتك، ولا قصيتي قد سويتها وبتاصلك بتقراها على شايك وعلى حمراء العيون اللي معك، وزايد سلامتك. انتو شلون؟ الله يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالنور. يا أبو مداوي سلامتكم يسمع، الله يبني بيتك ويجمع بينك وبين أهلك في خير. هنا لك مني معاون، أنا والربع اللي اسمهم في الورقة. يتعذر منك عمي منصور بن جبران، يتعذر منك عايضة بن مهدي بن عشيمان، يتعذر منك سالمة بن جشمة، ونفعتهم واصلة. وعندنا حن بالنسبة لي أنا وعمي على أنه بحضر، لكن والله أن عندنا اجتماع وقعود مذبوح في الديرة، ولا خلاني استعجل زي ما تفضل الربع إلا من أشغاله ورانا، وعادني واصل من جيزان ذا الحين. ونطلب منك العذر والسموح أنت والشيبان نفداهم اللي على يمينك وعلى يسارك. وسلامة الجميع. وانتو شلون؟ مرحبا ومسهلا، والله يحييكم وإشنا شانيكم يطول أعماركم وانتو وافين. أما من اللي عنده عذر مبين فما هم مشغلينه، وأما من اللي عنده ما عنده عذر فنطلبه بوجيهنا في العشاء اللي قد هو قايم. وجيهكم مكينتي يا أبو سعود نفدى خشمك، والله ما بدناك بعذر كذاب إلا من عذر يعذرنا منكم،
ولا لو ان عندنا راضه والله ما نتعشى الا من عشاكم وشراع قد هو قايم والله يطول اعماركم. اقلطوا علينا يا ابو ابشروا بالعوض راقعنا في دخل. مرحبا والله ما سهله والله يحييكم تحيات المطر. وبالنسبه لك يا الشاعر رايد الكرعاني فوافي ومطلق وانتم وافين الجميع والله لا يهينكم يطول اعماركم. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ عافيكم. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طب الله فيكم. ما جرني يا رجاء. الله يبقيكم يا ابو مداوي سلامتكم. سامع دعيتنا ولا جانا فلوس والعذر اقبلنا مشاركين ومباركين معنا لك عطاء واجد ولا شوي هبه منا سمين سلامتك وطولة عمرك. الثانية والله الذي لا اله الا هو عندنا ضيفان في عند شايبنا ونعتذر منكم في المجلس هاو سلامتكم. وانتو سلوم والله يحييكم. مرحبا ومسهلا ووافين. ان كان عندكم مجال فلانا اسمح لكم تروحون وان انتم مرتبطين مثل ما تقولون فلانا اربط مشغول ووافين نجي لكم. صلوا على النبي. اول شيء الف مبروك يا ابو مداوي والله يجعلها ان شاء الله بيت الصيب والنصيب. الله يبارك فيك. خل ربي يفك بمضيم منك تعرس. ابشرك زانه. اقول ما لاح براقه وما ذعذع النود. سلام يا أهل العز وأهل العزاوي ربع لهم ماضي وحاضر ومشهود من عاد بقعة في صباها غزاوي آل الشريف أهل الوفا منبع الجود روس الحباب مطوعت كل غاوي هل فزعت تعرف لياثار بارود عند البلاوي ما تهاب البلاوي وأنا بن حاجب ساس عز وبن عود ما عليكم زود من روس قومنا مبعدين الهقاوي حياني وسنحاني وساسي جدود وتاريخنا يدوي مع كل راوي وين انت يلي اخوتك مكسب وفود داعيك غالي وانت نجم سماوي شرواك محسوب علينا ومعدود ولا انت مثل الروح يا ابو مداوي سلامتكم جميع. صح الله لسانك يا الشاعر والله يحييكم جميع. مرحبا والله ما سهلا وارحبوا يا رجال. يا سلام يا زمن الجنة حد ما هل الحباس السلام عليكم شاد الفجال الجنة والجمايل للربي وهايب. يا سلام يا زمن الجنة حد ما هل الحباس السحايب لبدا الله يبقيكم. سلام عليكم. عليكم السلام. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طيب الله فيكم. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طيب الله فيكم. ما جرني يا رجال. عافيكم. على القوة ما صرتوا فيه. الله يقويكم. يا الراقع سلامتكم. صرتوا في ذا الشان والله يجعلها على ما يرضي الله. وتقبلوا عليك ملاعب بن مهدي اللي تشوفون بجيهم الغايب اسمه في الورقة. 4200. أني كثير عند ما يستحقها وأنهي قليل مسمنوها وأبوها كثير. سلامت الجميع. سلمتوا ولا ندمتوا. مرحبا ومسهلا ووافين عطاكم وافي وصدقكم وافي ومرحبا ومسهلا ومطاليق ومعنا دايم في كبار وصغار والله لا يهينكم يرفع قدركم جعلهم ما ردهاكم إلا في فرح. إحنا ربع ورفاقة وكل منا من الثاني في واجد وشوي. الله لا يهينكم. أكمل مرحبا بكم مرحبا يا ضيفان. كيف انت؟ سلمت. طيب الله يهيك. كيف انت؟ عافيك. طيب ولا تصرون يا باقين ما جرني يا رجال. الله يعافيكم. يلا حي الله هب. يسلمكم ما جرن جميع. الله يعافيك. وايش حالكم؟ الله يسلمك. مبروك وما سعيتوا فيه. بارك فيك. ناصر بن حمد الدوسري ملان. وعلي بن مرعي آل فطيح اليامي ملان. اللي جابنا سلامتكم انتم عارف واخويا وعواني حبينا مشاركتكم في زواجكم معنا
رمز عطاء انه واجد تستاهلونه وانه شويه ثمنها الغلا اللي بيننا وبينكم. سلامتكم جميع. سلمتوا ولا ندمتوا ولا صدتوا شر ولا مكروه، والله يحييكم وانتم وافين وعطاكم وافي وجيتكم لهنا والله انها العطاء. مرحبا ومسهلا. الله يبقيكم. مرحبا بكم، ارحبوا يا رجال. الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتو؟ عافيك. طيبين؟ طبت. كيف انتو؟ عافيك. طيبين؟ كيف انت؟ ماجورين انجمع. الله يسلم يا ابو مداوي، ولا تخص بشر، جالك ذا الزواج والله يجعله على مرضات رب العالمين. معنى عطاء ان كثر بتستاهله ومن فعل يمينك الحصان، وانقل في قدره المعزة والمحبة اللي بيننا هذا وفيها وعفاكم جميع. عفيتوا والله يحييكم ويطول عماركم، وانت وافي من وافين. ومرحبا ومسهلا. ما عليك زود، ومجيك لهنا هو العطاء. الله يرحم بوك والله يكثر خيرك ويرفع قدركم من يسمع. مرحبا ومسهلا. ارحب يا ابو عبد الله. مرحبا يا ابو عبد الله، الله يحييك تحيات المطر ولا يهينك ويجمل حالك. مرحبا بكم، ارحب يا ضيفان. عافاكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طاب الله فيكم. وكيف انتم؟ عافيك. طيبين؟ طاب الله فيك. ماجورين جميع. الله يعافيك يا سعود، ولا تخص الله بخير، جالك ذا الزواج والله يجعله على ما يرضيه، وجانا منك دعوة ولا جانا عذر في الوصول إلا نلبي دعوتك ونشارك أفراحك. الله يجعل أيامك سنين معنا نفعة، اجعلها منا واجدة. هاو زايد أعفى الجميع، ودنا ما جملنا عندك. وأخوي عبد الهادي بن دوحان يعتذر والله العظيم إنها في الرياض ولا مداهجي. هاو زايد أعفى الجميع. بهيت والله يحييك وعطاك وافي، وجيتك لهنا هي العطاء، جعل عمرك طويل وما يسمع. مرحبا يا أبو علي، ترحب المطر وارحب. مرحبا بكم، ارحب يا ضيفان. الله يعافيكم. سلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طب الله فيكم. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طب الله فيكم. سلامة سلامة الجميع. سلام. وصلنا داعي ولا جانا عذر في الوصول، جينا مشاركة ومباركة باسمي سلطان الوهابي وابن عمي سعد الوهابي وعبد الله ابن مسعود بن جعثم، يتعذر منكم. وسلامة الجميع. سلمت ولا ندمت ولا من يسمع، والله يحييكم ويحيي اخوياك اللي معك وذكرت اسماهم، ومجيكم لهنا هو العطاء كله. ومرحبا ومسهلا. الله يطول عماركم. نعتذر ان احنا جينا قبل الاخويا، لكن يعلم الله الا من ارتباطات عندنا مسبقه ومناسبات، وانتم خابرين ولا نعذر ان لا نوصلكم، واجعلكم تسلمون. مرحبا والله ما سهلا، وارحبوا يا رجال. حياكم الله. يا سلام عليك كيف يبقيكم. سلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طب الله فيكم. كل منكم وحاله. لا حال بكم شر، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طب الله فيكم. كل وحاله. لا حال بكم شر. ازهموا الله ثم قلوا يا الله ان الله يديم على هذا الوطن الغالي الامن والامان في ظل قيادة سيدي سلمان، وان الله ينزع من الارض الظلم والفساد، وإن الله ينصر إخواننا العسكر على حد البلاد. كما نسأله تعالى يا من اجتمعنا ذا الليل من شانه، إن الله يبني بيته
ويوفقه ويجعله بيت الصيب والنصيب والحظ اللي ما يخيب. الأمر الثاني كفي الحمران العيون في من هو أعرف مني ومن هو بحق مني من الكلام، ولكن أخدمهم نفتاهم. زهمتنا يا أبو راقع على ضعيف الرأس ما فاد الزهم، لو تزهمه باسمك وباسم العائلة عليك أمان الله ومد مشحة منحن حزامك في الليالي المائلة. ما عليكم زود، زهمتنا يا أبو راقع ولا جنة في الوصول عذر، وانت خوي مطلق تشوق العين وتقضي الدين، راعي فزعة عجلة ومدة جزلة، ولد شايب الرأس صليب وساسة عريب، وعضيدك وبني عمك حجاب المشرق سعد من هم حزامه ليجا حزام الغتر من عند النقر. هل الغدا وهل الذرى من عاد بقى عصبيه من قبل حكم السعودية؟ واليوم أقبلنا عليك يا خوياك الحاضر تشوفه والغايب تكدر ظروفه، أقبلنا يا خوياك الخاصين لظروف زواجات ثانية لقل الصف معنا 10,000 ريال أنهي كثير افتستاهلها وفي محلها، ولا هيب عندنا بشي وفعلي منك الغانم وانقلت في تسمنها الغلا والوفا والخوت اللي بيننا هاو زايد أعماكم. بهيتو والله يحييكم ويشنا شانيكم ومرحبا ومسهلا، انتم وافين وعطاكم وافي والله يكثر خيركم ويطول عماركم، جاي الحمار ردهاكم الله في فرح مثل ذا الفرح. مرحبا نلوف. ما عليكم زود. أرحب يا أبو سيد أرحب. مرحبا والله ما سهلا، والله يحييكم جميعا. وارحبوا يا رجال. أحلى الليالي بلانا تجمعنا والطير غنى بسعد موالا، ولا وسهلا بالذي شرفنا والطيب السلام عليكم. مرحبا. مساكم الله بالخير. انت بالخير يلا حيه. الله يبقيك. ماجوب. الله يعافيك. والسلامة. الله يسلمك. يلا حيه. الله يبقيك. يا مرحبا. مرحبا. الله يبقيك. سلامتكم يا الراقع. جالكم ذا الشوف الله يجعله على ما يرضي الله، ونسأل الله العلي العظيم أن يبارك للمعرس ويبارك عليه ويجمع بينه وبين أهله في خير. معي لكم نفعة، ومعي رسالة من عامر بن سلمان يعتذر في الوصول، وهنا 1500 مني و1000 من عامر، ويطلب لكم العذر في الوصول وسلامتكم جميعا. يقول يسلم. مرحبا ومسهلا، الله يحييك يا ابو فيصل ولا يهين ومجمع وابو تركي معدوم. وارحبوا يا رجال. ارحبوا ارحبوا ارحبوا. السلام عليكم. أبقاكم الله. كيف أنت؟ عافيك. طيب. طافيك كيف أنت يا رجال؟ عافيك. طيبين. ماجوب. جاركم الله سلامتكم ومن يسمع. الأول أتفى أنت وخوال وربع ورفاقة، ولو أنها بالغلا جيناكم صف منا يا أولاد عمر سنحان، ولكن على ما قيل كل في شانه وكل في فلكه يسبح. دعيتنا يا سعود ولا جانا في الوصول عذر، معنا لك نفعة والنفعة من الله سبحانه، وعذرنا على قلها. سلامتكم جميع. وانت شالم ولي يسمع والله يحييك. الله يبقيك ويحيي ما جيتنا، وانت واف من وافين. مرحبا ومسهلا. الله يبقيك ويطول عمركم ويسمع. ارحب ارحب يا ابو فزعان، ترحب المطر والله لا يهينك ويجمل حالك. مرحبا عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طاب الله فيكم. عافيك. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طاب الله فيكم. مجرين جميع. الله يعافيك. ومبروك ما سويتوا. الله يبارك فيك. سلامة الجميع. وانتم سلوك. وياك. جالكم مثل ذا الزواج وجعلها على مرضات رب العالمين، باسم الشايب ويعتذر منك يا راقع بن صالح ومن الجميع من الوصول. أقبلنا الليل مهنين. أولا ندعي بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله بارك الله لك يا سعود وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك في خير.
والله يرزقك الذرية الصالحة. الأمر الثاني بيدينا عطى من الشايب وتعذرونا عليه، هذا عنا وسلامة الجميع. وانتو سلوم والله يحييكم، عذركم مقبول والشايب عذره مقبول، ومرحبا ومسهلا وأخوان غلاة، والله يطول أعماركم. عمرك يطول. أرحبوا يا رجال. يبقيكم، سلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طب الله فيكم، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طب الله فيكم. سلامتك يا ابو صالح واللي يسمع. وانت سالم. قال ودك للزواج وجينا على ما يرضي رب العالمين. جاك الملفي 3800 معنا عبد الله بن ظفر السيمان. ونعم. الحاضر شوفوا وجيهم والغايب الورقة. وسلامتكم، ولا نقول الا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهم في خير. الله يحييكم. الله ويحيي ما جيتوبه. انتم وخويكم اللي تكلمتوا باسمه، وانتم وافين ومطاليق، وعطاكم وافي ومغناكم وافي وصفكم وافي. ومرحبا نلوف. مرحبا. أرحبوا يا رجال. أرحبوا أرحبوا. الله يعافيكم، سلام عليكم. عليكم السلام، كيف أنت؟ عافيك. طيب. طيبت. كيف أنت؟ عافيك. طيبين. كيف أنت؟ الله يعافيك. الله حية. سلامتكم جميع. سلمت. الأولى هنقول الله ينصر الإسلام والمسلمين. الحاجة الثانية الله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان. اللهم آمين. الله ينصر جنودنا المرابطين في الداخل وفي الخارج. آمين. أنتوا يا الحباب وسبعين نعم. ما عليك زود. وزربة المشرق. جتني دعوة منكم يا علي بن سعيد الفقعيف. ونعم. ما عليكم زود، ولا جالي عذر في الوصول. نقول المتزوج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم أنت وأهلك في خير. الحاجة الثانية معي لكم عطاء والمعطي الله سبحانه وتعالى، إنه كثير تستاهلونه وفي محله، وإن قل شيء فاعذرونا عليه وزايد عفاكم. عفيتوا والله يحييك ويطول عمرك، وأنت وافي يا أبو سعيد معنا دائم وجعل عمرك طويل. مرحبا ومسهلا. أرحبوا. السلام عليكم. أرحبوا. مساكم الله بالخير جميع. سيت بالنور. يلا ماجورني يا رجال. الله يعافيك. سلام. مرحبا بكم. وارحبوا يا ضيفان. أبكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف أنتم؟ طيبين. عافيكم. مجورين. الله يعافيك. خدمة للربع معنا معونه، رمز معونه والغلا اكثر منها، وعفاكم ولا شر جاكم. قال اكثر اقرال العطايا ولا اكثر التعذيب. عفيتوا والله يحييكم يطول اعماركم ووافين، ومجيكم لهنا هو العطاء. مرحبا ومسهلا. الله يعافيك. يحييكم. ما ودي اني تكلمت عليهم لكن حلفهم والحال واحد. ارحب يا ابو هادي. الله حيه. عليكم السلام. الله يعافيك. الله يسلم. صفنا واحد ما يفعل.
أسلمهم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف أنتوا؟ عافيكم. طيبين. كيف أنتوا؟ عافيكم. طيبين. الله يعافيكم، ماجورين يا رجال. الله يعافيكم، ماجورين جميع. والسلامة. الله يسلمكم. صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. أول شيء إن الله يتم علينا وعليكم هذا النعمة اللي حن فيها، ويتم علينا وعليكم الأفراح، وإن الله يحفظ دولتنا ويحفظ جنودنا على الحدود، وإن الله ينصرهم ويقوم معهم. أنا جماعتكم اللي تشوفون غايبا منهم رجاجيل ويستعذرون في الحضور، معنا لكم يا راقع 16,000، أنهي كثير فعند من يستاهلها، وأنهي قليل في سملها الغلا والرفقة اللي بيننا. سلامتكم جميع. سلمتوا ولا ندمتوا ولا صدتوا شر ومرحبا ومشهلا يا بني عمنا، الله يحييكم تحية الحياة، وافين وعطاكم وافي ومرحبا للوف. ما نعتبرها عند الغالي لمثلكم، نعتبر ما هي بكثير، ولو عطنا عنده كثير ما هي بكثير. الله يغليكم بالطاعة، غاليين ومطاليق. الله يرفع قدركم ولا يهينكم نفداكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف أنتوا؟ عافيكم. طيبين. طيبين. كيف أنتوا؟ عافيكم. طيبين. الله يعافيكم. يلا حيهم. الله يعافيكم، إعفاكم وسلامتكم جميع وكفايل المطليق. كبروني بشرح الكلام ومهال المقام، الله يكبر مقامهم عند رب العزة والجلال. وصلنا داعم من أخ غالي يسعد بالراقع، والله يبني ابناه ويجعله في الساعة الطيبة، ولا جانا في الوصول عذر إلا مسلمين ومجوبين للدعوة ومشاركين أفراح أخونا الغالي. ولا نقولها إلا كما قال النبي، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. بارك الله لك وعليك وجمع بينك أنت وأهلك في خير. الشهر اللي يثني موجب سلامنا عليك رمز معونة 11,800 من أخوياك الحاضرين، إن عطانا سمين فد سمين وتستاهل السمين، وفعلك الغانم عندنا يا أبو رادع، وإن عطانا قليل فسمنا ولا قل العطاء ما قل الغلا. هذا وعفاكم وعفا من يسمع. عفيتوا والله يحييكم يا شناشانيكم، مرحبا ومشهلا، انتم وافين وعطاكم وافي، ومرحبا نلوف حساب ما شرتوا عليه لهنا، وعطاكم مجيكم لهنا هو العطا القدير. والله يطول اعماركم. الله يبقيكم ويعافيكم. ارحبوا يا رجال. مرحبا ومسهلا، الله يحييكم تحيات المطر. وارحبوا يا رجال. الله يعافيكم ويبقيكم. ليله الليله ما ينفع لا غياب ولا عذران، لها ما دام جتني فاللزوم محمله. اسرجت لي شقره عريبه ساس من فرع الشقر، وردتها لحياض مجده للكرم والمنزله. لعيونكم يا للمكارم والمواقف الظفر، يا لابت فيها افتخر والرجل يعرف منها. أمامكم ارحبوا يا ضيفان. الله يعافيكم. سلام عليكم. عليكم السلام، كيف أنتوا؟ عافيك. طيبين. طب الله عافيكم، كيف أنتوا؟ عافيك. طيبين. طبتوا. ماجورين. الله يسلمكم ماجورين. يلا حيهم. اطلع علينا يا راقع.
مرحبا بكم، مرحبا يا ضيفان. الله يبقيكم، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيك. طيبين. كيف انتم؟ عافيك. ماجورين الجميع. الله يعافيك. والسلامة. الله يعافيكم. ازهموا الله، قولوا يا الله. إن الله يضفي علينا وعليكم ستره وعفوه ورحمته. اللهم آمين. وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعل المتزوج وموفق إلى كل خير، ونقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين أهلك في خير. أول شيء فأوصي نفسي وإياكم بهذه الساعة الكريمة، إن الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين والشاكرين. آمين. يا مسلمين، عليكم كثرة ذكر الله وكثرة الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل والتقيد بنعم الله، فمن شكر الله على نعمة زادها الله من فضله. الله يجعلنا وياكم من الشاكرين على هذه النعم. وأسأل الله في هذه الساعة أن الله يحفظ جنود المرابطين على حدود بلادنا. آمين. وأن الله ينصرهم بنصره ويأيدهم بتأييده. آمين. وأن الله يوفق ولي أمر المسلمين خادم الحرمين الشريف ولي عهده. آمين. ويجمع هذا الوجيع على طاعة الله. أنتم يا قحطان ونعم، ونحبكم في الله، وجانا منكم داعي، والله أن عندنا ثبات الزواجات لكن من محبتكم وصلناكم. وافين يا سعود، تخص بخير ولا يهم يسمع. معنا 1800 ريال. أما 1000 ريال مني أنا وعوالي، 500 من عبد العزيز و500 مني أنا وعبد الرحمن، وأما الباقي في كل مسجل سمعته واسمه عطاته واسمه، اللي هو ابن منعه خالد بن عروان وأخوه الثاني يعرفهم عبد الرحمن، ومسجلة أسماهم في الكشف. أو سلامتكم يسمع. تسلمون، والله يطول أعماركم، ووافين وعطاكم وافي ومتجملين ان اقولوا تالي ومرحبا ومسهلا. الله يسلمكم يبارك فيكم. ارحبوا يا رجال. الله يبقيكم. مرحبا. حياكم الله. سلام عليكم. عليكم السلام. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طب الله يعافيكم. ماجورين. الله يعافيك. سلام. الله حيهم. الله يسلمك. سلامة الجميع. انتم سلوك. جنة عوش يا ابو صالح. مقبلين، مباركين، ومنفعة، وسلامة الوجيه على الله. وانتم سلوك، والله يحييكم، يحيي ما جيتوه، مرحبا ومسهلا. مرحبا بكم، مرحبا يا ضيفان. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طب الله فيكم. اجرني يا رجال. الله يعافيك. سلامه. سلمهم. اجرني يا رجال. الله يعافيك. السلامه. الله يعافيك. يلا حيهم. سلامه. ارحبوا يا رجال، يلا انت حيهم. مرحبا بكم، مرحبا يا ضيفان. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ عافيكم. طيبين. طب فيكم، كيف انتم؟ عافيكم. ماجورين يا رجال. الله يعافيكم. الله حيهم. الله يبقيكم. اولا فنعتذر من الصوت من المطر، وقطر الله ما فيه رفعت صوت، ونقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير وارزقهم الذرية الصالحة. أكفي الربع الكلام. جالكم ذا الشان يا الراقع، والله يجعلها عليه اللي يرضي رب العالمين. معنا لكم نفعة، والنفعة هي من الله، من هذا الرجال تشوفون وجيههم، وهادي بن صالح يعتذر عنده، وحسن بن سعيدان بن سيف، حسن في بلاده، وهادي عنده مراجعة في الرياض وبينزل الساعة 7 في المطار. معنا لكم رمز عطاء، إنه كثير تستاهلونه، وإنه قليل تسمنه المحبة اللي بيننا وبينكم، وعفاكم. وفيته، والله يحييكم، وأنتم وافين، مرحبا ومسهلا. لا أنت ولا اللي غايب منكم، مرحبا نلوه. سلامي عليكم عد همارك يا رجالي.
مرحبا بكم، ارحبوا يا ضيفان. سلمهم عليكم. عليكم السلام، كيف انتم؟ طيبين؟ الله يعافيك. يلا حيهم. سلامتكم جميع. دو سلوم. صرتوا في ذا الطريقة وجعلها على القوة. أنا لكم معاون من ربعنا اللي يشوفوا وجيههم يخلطهم سعد بن راقع آل دوكر وسلامة الجميع. وانتو سلوم مرحبا ومسهلا. والله يحييكم وكل عطاه قدام اسمه. الله يطول عماركم وافين. والله يحييكم ويطول عماركم ولا يهيكم. وجعلهم ما ردهاكم إلا في فرح مثل ذا الفرح. وقلتوا مرحبا ومسهلا. قدم عليه مرحبا يا رجال. الله يبقيكم يا ابو صالح. هنا 200 ريال من علي بن هباش ويعتذر منكم في الوصول. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالنور. يلا حيهم. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طبتوا. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طب الله فيكم. يلا يا سعود. حيهم يا سعود. سلامتكم من يسمع. جاء معك مثل ذا الشوف الله يجعله على مرضات الله. زملائك شرطة مخفر الفرعين أقبلوا عليك بمبلغ 10,000 أني كثيرة فتستاهلها وأني قليلة فتسمنها وجيه الربع اللي حضروا. وسلامتكم من يسمع. تسلمون. والله يحييكم يحيي عطاكم. مرحبا ومسهلا. والله يرفع قدركم. جعل حمار رداكم الله في فرح مثل ذا الفرح. مرحبا نلوه. وقلتوا حياكم الله. أرحبوا يا رجال. الله يعافيكم. أرحبوا يا رجال. الله يعافيكم.
مرحبا بكم وارحبوا يا ضيفان. ابكم سلام عليكم. عليكم السلام. جزاكم الله بالخير. جزاكم الله بالنور. مجورين يا رجال. الله يعافيك. والسلامة. سلمهم. وش حالكم جميع؟ يعافيكم يلا حيهم. الله يبقيكم ويطول عماركم. صلوا على محمد وقولوا لا إله إلا الله. حق لا إله إلا الله. أول شهر نطلب والله قولوا يا الله. إن الله يعز الإسلام والمسلمين. آمين. وإن الله يحفظ إن الملك سلمان. آمين. وولي عهده محمد بن سلمان. وإن الله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان. وإن الله ينصر جنودنا المرابطين في الميدان. آمين. قلوا لا إله إلا الله. وين أنت يا أم داود؟ أول شهر صل على محمد. جاء زواجك وجعله في الساعة الطيبة. أجتمع حمران النواظر كل وكر من محلة. كل سكر من وكرة. الهرج فيه زايد وناقص. وزكاة الهرج غلطاته. قلوا لا إله إلا الله. أنسوا 70 نعمة يا أبو مداوي مع أخوياك تجمل وعند ربعك تكمل ومن هم ربع حمران النواظر ما خاب ولا هو بخيبهم. قل لا إله إلا الله. اجتمعنا وجمعنا في عز الله سبحانه في 81,300 معونة لك إن كانها قليل فاعذرنا عليها ويسمنها الصف اللي وراي وإن كانها كثير أفتستاهلها وقل ما يجونك به وقدموني حمران النواظر وأنا مالي بطلقهم لكن قدر لي وطيب من روسهم وباقي العلوم بتسمعها عندهم وكل على ما قال لسانه مزمارة وعفاكم وطولات بقاكم. عفيتوا. الله يمسيكم بالخير. الله يمسيكم بالنور. ماجورين يا رجال. عفيكم. والسلامة. سلمكم الله. سرت ذي الطريقة يا أبو مداوي جعلها على مرضاة الله ونقول لك ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. أنت غالي ومطلب. جوك أخوياك من محافظة أحد رفيدة ومن مراكزها تعنوا من كل ديرة لجل عينك ولجل محبتك ب32,500 الحاضر تشوفه والغايب عذره معه أنهي واجدة تستاهلها يا ولد راقح وأنت مطلق وعلومك غارمة عند أخوياك وأنهي قليلة تتمنها المحبة والغلا اللي بيننا ومعي لك يا أبو مداوي سيف وأنتو هل السيف ومعي بشت لبوك وحسين بن هصام يعتذر منكم في الوصول عنده ظرف في الرياض ونفته موجودة هو عفاكم ولا شر جاك. عفيتم. السلام عليكم. عليكم السلام. ماجورين يا رجال. الله يعافيكم. ما عاد على كلام المحل في زود أقبلت عليك أنا محمد بن شايع الشواطي بسيف ونفعتي مع أخوياي وعذرنا أقل شيء. تسلمون. الله يحييكم تحية الحياة. مرحبا ومسهلا. أنتم متجملين ووافين ومطاليق ومنع هم من ذا الصف ما هو خايب. الله يحييكم جيتكم هنا عندنا تسوى العطاء كله. الله يبقيكم ويطول عماركم ويصلح شاننا وشانكم. مرحبا والله ومسهلا. والله لا يهينكم ويجمل حالكم ويعيني على رد الجميل. وارحبوا يا رجال. الله يبقيك. مرحبا بكم ارحبوا يا رجال. ارحبوا. سلمهم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف انتم؟ الله يعافيك. شاعر علي بن ناصر بن مهران المري هو اخوياه. ارحبوا يا رجال. تبقى. ايش حالك يا ابو مداوي؟ ارحبوا يا رجال. مرحبا ومسهلا. الله يبقيك ويطول عمرك. صلتنا دعوتك يا أبو راقع وجيناك من غراك ومن وفاك أنا وأخوياي المطاليق حمد بن فلاح آل سعد وحمود بن ناصر آل سعد ومنير بن فالح العاطف جيناك مباركين ومشاركين بعود لك وضيفانك سيد أعفاكم. أبهيتوا. والله يحييكم ومرحبا. حسام ما شرتوا عليه
وجيتكم هنا لهذا المكان هي العطاء كلها جعل عماركم اطوال. مرحبا ومسهلا. مرحبا وارحبوا ترحب المطر. ارحبوا ثم ارحبوا ثم ارحبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مساكم الله بالخير جميع. الله يمسيكم بالنور. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا من رحمة السماء وأن يخرج لنا من بركات الأرض. أمين. وأن يديم علينا نعمة الأبن والإيمان. وأن يبارك للمعرسين. وأن يصلح لهم ويصلحهم. معكم من أخوانكم اللي تشوفونهم 44,400. أن هي كثير عند من يستحقها ولا هي بكثير عندكم واللي مثلكم. غير قليل وانهي قليلا في المعذرة. هو عفاكم وطولة بقاكم. عفيتوا والله يحييكم ويطول عماركم وانتوا وافين ومطاليق. ابن سلمان ابن مسفر يعتذر بالوصول ونافعته موجودة. تسلم وهم مرحبا نلوه. الله يحييكم يا الراقع. سلامتكم. انت سالم. نفعتكم مني 3000 وهنا 200 من ناصر بن علي بن هي. تسلم ومن يسمع. أبو سعود فايز بن فارس يعتذر منكم سافر القطر وهنا الفريال ويعتذر منكم في الوصول. تسلم أنت وهو مرحبا ومسهلا. الله يحييكم. سل يا ولد خذلا. مرحبا والله ومسهلا وارحبوا ثم ارحبوا ثم ارحبوا. والله لا يهينكم ويجمل حالكم وجعلني مع عدمكم يا عصابة الراس. حسين بن سلمان والله ارحبوا يا ضيفان الله يحييكم. مرحبا ومسهلا معازيبكم يدمرونكم بكره على الجيال عشان ليله باتل والجيال بكره للجميع في ذا المحل. والله يحييكم الف وعفاكم. صلوا على محمد. قولوا لا اله الا الله. اول شرياق حطان و70 نعم. الزامل يجمل والمواقف يكمل وبيض الله وجيهكم. والله يقوم شانك يا ابو مداوي. اما بالنسبه لاخوياي اللي معي وانا بحكاهم والله يغفر لي عليهم. والله انهم ما يحل لنا اللي فعلته الا الليله. وانتم تكرمون عاد الذيب ياكل بذراعه و70 نعم. من امس واليوم وكل يوم وحن في وجه الله اللي ما يطلب الا الجنه. اما باقي الامور مخصصيه بيننا وبينهم. ما خطينا. الله يطول عمرك. وجه الله عزيز وانتم من اللي تقدرون الله وتقدرون خلق الله وبيض الله وجيه. ابن مهران واللي معه. الجال بكرة وللجميع اللي اعتذر سمعنا عذره وعفاكم. عفيت والله يطول عماركم عني عنا اخوياي اللي معي.
حنا يا سعود ويا ابو سعود عندنا حفل في الباحه وحاضرين الحفل وسارين، والله يجمل حالكم، والله يبيض وجيهكم، اكرمتوا ووفيتوا وعفاكم. جايبك في الجنه وافين سلامتكم يا صالح، سرتم في ذا الطريق والله يشفينا ويكون كل مسلم. معكم من اخوانكم 40,000، فاني كثير بتستحقونها وانهي قليل، فخلوها كثير منهم وعفاكم. عفيتوا تسلمون، والله يطول اعماركم وانتم مطاليق وكثر خيركم. وانت يا سعود سلامتك وسلامة اللي يسمعون. معك من اخوانك 50,000، انهي كثير بتستاهلها وانهي قليل مسمنها، واللي عندك النا زايد عفاكم في السمعي. تعافيتوا والله لا يهينكم ويجمل حالكم، شيباني ومالي وحلالي، والله يطول عماركم ويبيض وجهكم ويجعلني مع عدمكم. ارتاح من افتاح مرتاح ارتاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نزل القرآن وكرمه وخلق الكون فصممه وخلق الإنسان فعلمه، الحمد لله حمداً يليق بجلاله وعظمته، نحمده عز وجل على سابق إنعامه وجزيل فضله. خلق لنا من أنفسنا أزواجاً لنسكن إليها، وجعل بيننا مودة ورحمة، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، رجال الأعمال والإعلام، ضيوفنا الأكارم. أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام الأزلية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الجميلة وفي هذا المساء الأنيق الذي يصاحب الرونق الرائع في وجودكم، يسرني باسم قبائل آل الشريف الإحباب عامة وباسم قبيلة آل ملحف خاصة أن نرحب بضيوفنا الكرام. فمرحباً هيل عد السيل، وأهلاً وسهلاً بالجميع في هذا الوقت المبارك الذي نحتفل فيه سوياً بزواج فارس هذه الليلة سعود بن راقع آل ملحف آل الشريف. ولا نقول له إلا كما قال رسولنا الكريم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. كما نسأل الله الذي لا إله غيره أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وقيادتنا الحكيمة ووطننا الحبيب، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن ينصر جنودنا المرابطين ويحفظهم. ضيوفنا الأعزاء، نقف وإياكم من خلال هذا الحفل على بعض مشاعر الأحبة تجاه هذه المناسبة من خلال هذه المشاركات ومن خلال هذه الكلمات، والتي نتسللها بخير الكلام وأفضله، وهو كلام الله عز وجل، آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ الحافظ لكتاب الله تركي بن حنش. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، الله تطغو في الميزان، وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. صدق الله العظيم، جزاك الله خير. والآن مع كلمة لأهل الحفل يلقيها نيابة عنهم الشيخ راقع بن صالح، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله، ونقول مرحبا ومشهلا، أن الله يحيي الجميع باللي جاء من بعيد ومن قريب وباللي تكبد السفر عليه شاننا، الله يكتب لكم الأجر إن شاء الله. ومرحبا نلوف بالخاص والعام وبالرفيق وبالنسيب وبالخوي وبالقاصي والداني، مرحبا ومشهلا. كلمة مع الدكتور إبراهيم بن مسفر، فلا تفضل. الحمد لله القائل في كتابه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثر،
صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول والجبال والقرى، يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحبتي في الله، في البداية نبارك لفارسنا في هذه الليلة سعود بن راقع ونقول له اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. الأمر الثاني، فأيها الحضور الكرام، في حقيقة الأمر أن أخونا سعود بن راقع أبو مداوي قبل أن يسطع نجمه في السوشيال ميديا فإنه قد لمع نجمه في قلوب محبيه، فهو محبوب لدى إخوانه، محبوب بين أعمامه، بين أفراد قبيلته، رزقه الله المحبة، فهنيئا لك يا أخي سعود هذه المحبة التي لو سعى خلفها أصحاب المال وأصحاب الجاه يريدون هذه المحبة لكانت صعبة عليهم، ولكن الله منحك إياها، ولعل الله سبحانه وتعالى جعلها محبة لك بعد أن أحبك الله وأمر جبريل بمحبته كما في الحديث، فإنه في معنى الحديث أن الله إذا أحب عبدا أمر جبريل أن يحبه وأن يبلغ أهل السماء أن يحبوه، ثم ينشر محبته في الأرض فيجعل له القبول. أحبتي في الله، أخي سعود، لقد رزقك الله الموهبة والقبول، ويكفيك فقط إدخال السعادة والسرور على متابعينك، ولك الأجر من الله سبحانه وتعالى. أخي الحبيب، لقد كنت في منبرك الإعلامي رمزا للسعادة ورمزا صاحب رسالة، هدفك أن تبلغ رسالة عظيمة قد يغفل عنها البعض. فسعود أبو مداوي في سنابه كان يريد أن يبث رسالة لنا، وهي عش لحظتك، اسعد في لحظتك، فلا تفكر في الماضي فلن يعود، ولا تشغل نفسك فيه، ولا تفكر في المستقبل فهذا بيد الله، فعش لحظتك وأدخل السرور على من يعرفك وعلى من يقابلك. فسبحان الله، هذه موهبة من الله، ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم القبول. أحبتي في الله، أستأذنكم في أمرين. أخي أبو مداوي وأخي أبو نظيب، هؤلاء نجمين سطعا في السوشيال ميديا في السناب، ولهم علينا فضل في سناب قبيلة آل الشريف بل على المنبر الإعلامي، فهم أكبر داعمين للمنبر الإعلامي، الحساب القبيلة في تويتر واليوتيوب والسناب والإنستغرام، فأستأذنكم في تقديم درعين هدية اعتبروها كبيرة من أخيكم، ولكن هي في الحقيقة أقل بكثير مما تستحقون. وصلي اللهم وسلم على نبيك محمد، أستأذنكم في تقديم درعين. نشكر الدكتور إبراهيم وبيض الله وجهه. أيها الحفل الكريم، للشعر النبطي شعراء نقشوا أسماءهم بماء الذهب وأبدعوا كثيرا في بحور الأدب. أيها الجمع الكريم، الفقرة التالية فقرة الشعر والشعراء، ونبدأها بقصيدة ترحيبية مع الشاعر حسين بن منصور. وعبد العزيز حسين بن منصور، السلام عليكم. أرحبوا يا ضيوف، الله يحييكم، مرحبا ومسهلا. أنا والله فاجأني أبو مداوي بالقصيدة، وأنا والله ما عديت شيء، وأعذرونا على اللي بنقدم. مرحبا ترحيب في المقام معطرة، باسم ربع في المواقف يجمل عدها، عند ربع بالغلا والمقام مقدرة، عندهم جيت أتفاخر ونفسي ودها، الجمايل واردة صوبهم ومصدرة، وكل ما جات المهمات لهم قدها، حفر ربع نطيبهم كل يوم نذكره، وفعلهم يشبه الجزر البحور ومدها، لابتن تاريخهم عز وأكبر مفخرة، تنضح أكبر الهقاوي وتمن حدها، وعند منهول المهمات دائم نذخرة، ودائم يمينه الفعل الجميل يمدها، محزم انت تلقاه طول الزمن مغيره، وراعي يبشر واحتزم واشهد انها قدها، مكرم الضيفان لجيت من تدوره، في محل فيه عش الضيوف وغدها،
محزم تلقاها طول الزمن ما غيره وراع يبشر واحتزم واشهد انه قدها مكرم الضيفان اللي جيت من تدوره في محل فيه عشي الضيوف وغدها يا سليل المجد يوم الرجال موقره اترك اللي لا هرج هرجتها ما سدها والمعذره والكفو لا تعذر عذره كل ساعه عارف مزحها من جدها صح باب المدح ماني حريص المنبره من غث الساحه وبني البيوت وهدها والقصيد اللي احتجته تاتي ندره في مقام فيه جزل البيوت عدها وسلامتكم. صح لسانك يا ابو عبد العزيز. قصيده ترحيبيه مع الشاعر محمد بن منصور. السلام عليكم واسعد الله مساكم. نقول ارحبوا يا ضيفان والله يحييكم عند ابن عمنا الوافي الغالي. نقول عد السحاب الليل هرعود وبروق يرعد ويبرق ويتتابع سحابه وسحاب تنغرى لها هزن الشوق صوت البرد والسيلة حنت هضابه اسبوع واحد وعشبها طالع من فوق شوفه يسلي خاطر اللي مشابه يطوف هاللي ثروته كلها نوق يبغي يربع به ويشعب اركابه من بني عمي اللي من بني عمي اللي للعدو سم مسحوق قال الشريف كبار فعله ومهابه في مرحبا ترحيب تلقدر وتلوق باللي لفا وكل ضيف هلابه يا مرحبا يا مرحبا ترحيب تلقدر وتلوق باللي لفا باللي لفانا وكل ضيف هلابه يا ضيف نقلط توكل بن مسيوق في مجلس ما صك للضيف بابه الضيف له قدر ومواجيب وحقوق وصابها حتى النبي والصحابه يا ضيف نقلط توكل بن مسيوق في مجلس ما صك للضيف بابه الضيف له قدر ومواجيب وحقوق وصابها حتى النبي والصحابه الضيف له قدر ومواجيب وحقوق وصابها حتى النبي والصحابه عند ابن عم له مواقيف ويفوق يفوق بشداده ويحسب حسابه لا يعرف الحيله ولا يعرف البوق وضح النقا طبعه ومطيب جنابه يخلص الانشاب بسلوم وحقوق ولياها رجله حكمة في جوابه أبو سعود اللي رقى كل شاهوك مكان أبوه وجده اللي بدابه عشرة بيوت خير من ألف طاروق عنوانها للضيف يا مرحبابه في ضيف نقل التوكل بن مسيوق في مجلس ما صك للضيف بابه والضيف له قدر واجيب وحقوق وصابها حتى النبي والصحابه. صح لسانك يا ابو منصور. قصيده مع الشاعر مهدي الشريفي فلا يتفضل. السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير جميع. يا الله يا اللي خالق عدو ثمود ما نقصد الله ولا نعبد سواه من فضل رب البيت سبحانه نجود نجود من جوده ونعطي من عطاه من فضل رب البيت سبحانه نجود نجود من جوده ونعطي من عطاه وان انت خان الكفو قلت ارق السنود وان انت خان الكفو قلت ارق السنود الله يسود وجه من يقصر خطاه وان انت خان الكفو قلت ارق السنود الله يسود وجه من يقصر خطاه دون ابن عمه والعلوم الها حدود لما دعا اللازم وابن عمه دعاه وانا دعاني راس قومنا وابن عود شيخ ولد شيخ رفيعنا مستواه راقع ولد صالح مقاديم اليسود وانا دعاني راقع ولد صالح مقاديم اليسود وصالح ولد مسفر مهجد تطغاه ومسفر عقيد القوم قدامه ومسفر عقيد القوم قبل ابن السعود ومسفر عقيد القوم قبل ابن السعود هذا الكلام اللي تبادل هالرواه بقولها والعود في عين الحسود
والعلم أشارة، والعلم أشارة توجيه الرماة، ومن قال تكذب قلت أنا عندي شهود، من قال تكذب قلت أنا عندي شهود، من قال تكذب قلت أنا عندي شهود، واللي ما يثبت كلمته يا لعنباه يا طير شلوى يا ابن عمي يا سعود، تراك مثل سهيل في عالية سماه، والورثة والطيب ورثك من مواريث الجدود، والعز حافك حوف من كل اتجاه، والمعذرة وارج السموحة لن حصل في الهرج زود. حي الله الطاري وحي الله نباه وسلامة الجميع. تروني والله ما سويتها إلا قبل شوي، اجبروني المعازيب وسلامة الجميع. صح لسانك واعتلى لشانك يا ابو محمد. الشاعر علي بن مهران المري له قصيدة وضيفنا علانا ومرحبا به. الله يمسيكم بالخير. عسى السحاب اللي مراويح غرة على الجنوب وبالهامق رحان يسقي ديار مكرم من يمره، على قعود وعود طيبة يسقي ديار مكرم من يمره، على قعود وعود طيب ويماني من طيب بيه وطيب جده وسره، سعود بن راقع عريب المجار من طيب بيه وطيب جده وسره، سعود بن راقع عريب المجاني يعطيها من خيره ويكفيه شره، والله يكافينا صدوف الزمان. ليل الربوع الحفل حدد مقره متبين مثل الجدية والإيماني، سلام تسليم عن الفين مرة رفعت به صوتني عياننا بياني، سلام يا ليل الفخرة والمسرة تسليمتنا ساقة جزيل المعاني، سلام يا ليل الفخرة والمسرة تسليمتنا ساقة جزيل المعاني، مثل مسيقة للميادين حرة درهمها الأول ولهوبة ثاني، من يام ابن يصبى وملاد مرة ويجوش راسي في لزوم حطان. من يام ابن يصبى وملاد مرة ويجوش راسي في لزوم حطاني، لله در سعود لله دره اللي المجوبة الرياجيل عاني، لله در سعود لله دره اللي المجوبة الرياجيل عاني، متجمل ووافي وطيبه مبره، سمع اذني وشوفي ما قاله فلاني، مراجله في ذمتي ما تغره، من شايب عشره ما ترجع ثماني، راقع بن ملحفه وللطيب كره، اسم سماء والارض بطماني، احبابي الا جاك ما جت شره، يجي عزيز وروحته ما تهاني. سلامتكم. صح لسانك يا ابو مهران واعتلى شانك ولا هنت. مشاركة الشاعر عبد العزيز بن مضواح المقرحي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميع. أول شيء مبارك لأبو مداوي، والله يبارك له ويبكر هالصبي أبو مداوي ونعم الرفيق، مجملنا عند بني عمنا الأحباب وعند الأجناب. عندي ثقة في النفس والحمد لله، عندي ثقة في النفس والحمد لله، ما لحقني من وقت ييت خلافي، لمن دعانا طيب الذكر جيناه من شانه نسل السيوف الرهافي، حي الرفيق اللي يجمل بطرياه المطلق الفذ الكريم السنافي، يعيش راع العز والعز مبناه وفي مثله وشرواه ما شاب قافي، هذا سعود الداهية لا عدمناه ثقيل ما يرضى الأمور الخفافي، هذا سعود الداهية لا عدمناه ثقيل ما يرضى الأمور الخفافي، قرمن يجمل يا عسى الله شفداه واسمه مع الأجنام ما هو بخافي، عون الرفيق وسعد عينه ليا جاه العود الأزرق والشحم والمصافي، ولو يرفع بصوته ويزهم سمعناه يبشر بنا قدام والعلم كافي، عاش الرفيق اللي على الطيب مرباه وفي مثله وشرواه ما شاب قافي وسلامتكم. أما الشور اللي يثني فيه مطلق منا يا الحباب يجملنا، انحضر جملنا وانتحاك عند الأجناب جملنا، وأنا والله ممدح الرجال اللي أنا أشوف أفعاله وهو يستاهل، اللي هو المطلق سلطان بن دخنها نجم الحباب يستاهل حيوه.
كتبت فيها أبيات وهو والله يستاهل القصيد. أنا اليوم من مدحت أمدح عزيز الجناب، ولا شبطي ولا بيني وبينه صلة، الواحدة اللي ترحيبه تجي في السناب، وإن جاه من ينتخيبه ما يقول أزهله. حنا عرفنا الكتاب وما حواها الكتاب، والطيب في ذمتي ما هو يبله هلا، يحبني للرفيق اللي يسد الجواب، واللازم الصعب لا منه حضر كمله. اصمد على الراس والله لا يذل ويهاب، واللي تعرف على شرواه ما يجهله، هذاك سلطان بن عمي ونجم الحباب، بن دخنه اللي مواقيفه لها زلزله. هذاك سلطان بن عمي ونجم الحباب، بن دخنه اللي مواقيفه لها زلزله، يستاهل الطيب من يركي لجتها الصعاب، هذه الحقيقه وخلى الحكي والبلبله، وربعي هل المعرفه والطيب وهل الركاب، حنا الحباب الدواهي نكس بلا ولو سلامتكم. قصيده مع الشاعر محمد بن سعيد اليامي، فليتفضل. صلوا على النبي. أبو يحيى يستاهل القصيدة، يستاهل المدح، قد له مقام له. أما بالنسبة للقصيدة يا طوال العمر أقول سلام تسليمة وفاة تنصها للحفلة عمو، تسليمة من شاعر ينحت على صم الصخر، قدمتها من خاطري حسب العوايد والسلوب، للي لهم في سابقة الأيام نهج معتبر، قدمتها من خاطري حسب العوايد والسلوب، للي لهم في سابقة الأيام نهج معتبر، حضرت في محفلها للنالات مدعي ومعزوم، وأنا تشرف وأتباهى في حضوري وافتخر، حضرت في محفلها للنالات مدعي ومعزوم، وأنا تشرف وأتباهى في حضوري وافتخر. سلام يا حلف المواقف يا منزحت الخصوم، يا عزوتي يفرح بها الضايق على لين وعسر، سلام يا حلف المواقف يا منزحت الخصوم، يا عزوتي يفرح بها الضايق على لين وعسر، انتو هل التاريخ والتاريخ من فوق الرجوم، وانتو رجال شبركم وافي ولكم علم وخبر، انتو هل التاريخ والتاريخ من فوق الرجوم، وانتو رجال شبركم وافي ولكم علم وخبر، تمجي تبارك للخوي اللي على الطالة عزوم، صميد عن فيه المراجل والمواقف والظفر، تمجي تبارك للخوي اللي على الطالة عزوم، صميد عن فيه المراجل والمواقف والظفر، هذا سعود مثنى عن قسمه من خيار القسوم، له في علوم المرجلة والجود عبراته خبراته عبر، هذا سعود مثنى عن قسمه من خيار القسوم، له في علوم المرجلة والجود خبراته عبر، وربعه حسامه فلق الا صار معطي ومحروم، الروح من دون المبتلي والروس تقطح من سطر، جمعك حطانه للمواقف والعوايد والسلوم، ترد على الموت الحمر من دون حسكات الوبر، جمعك حطانه للمواقف والعوايد والسلوم، ترد على الموت الحمر من دون حسكات الوبر، قلته وانا من يوم يوم من قبل حاكم وبحكوم، اهل العزاوي والفعول اللي تشوق بها النظر. سلامتكم. صح لسانك. حفلنا الكريم نشكر كل من حضر وشاركنا افراحنا، وقبل ان نختم هدايا مقدمه لكل من شارك على منبرنا، فليتقدم صالح بن راقع بتقديمها إلى أهلها. الشاعر علي بن مهران المري، والشاعر محمد بن سعيد اليامي. صلوا على محمد. أين أنت يا سلطان من دخنة؟ لبيت وين أنت فيه؟ الهدية اللي جوتني من ربعك وسبعين نعم، أنت مجمل اللقحطان وعان طري وعلومك تجمل وكلام نجعلها شوي. الله يمسيكم بالخير جميع. مبارك لك يا أبو راقع، والله يبني ابنك ويرزق الذرية الصالحة. أنت يا أم حلفي وستين نعم، ما عليك زوج لا أنت ولا سامع، وهديتك مقبولة، وأنا وبني عمي الحال واحد، وصبيان الخوال
يشدون اللزوم. هديتك مقبوله، هاتها. طلق منها، طلق. خلني اعلمك، خلني اعلمك. قول لا اله الا الله. انا خذيتها لاجل دينك. امك تشري. وهدية الرجال ذولا تردها والله العظيم ما ترجع. ما هي مردود. والله العظيم ما ترجع. والله العظيم على الطلاق ما تدخل علي. خذيتها لاجل دينك. انا والربع ذولا الحال واحد. قال لك تعال. والله العظيم ان اسمع. والله العظيم والله العظيم ان اسمع اكثر من فعلها. وافي يا ابو سعيد. قدرتني بين بني عمي وانت ابيض وجهي يا محلمي. ابو يحيى علي الطلاق ما تدخل علي الطلاق علي الحرام من عليك حسوبه حسوبه محسوبه لك يا ابو علي محسوبه من هديتكم حسوب حسوبه وتستاهل بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك وافي يا ابو سعيد بيض الله وجهكم بيض الله وجهكم الهدايا رمزيه ولكن رمز محبه وغلا وتقدير تستاهلون اكبر واكثر منها الشاعر عبد العزيز بن مضواح المقرحي اول شيء صلوا على النبي سبقني المحلفي هو رايع المنغانم وابن دخنه يستاهل كل المنغانم وهديتي ذي علي الطلاق انها لك يا ابن دخنه ولا فيها كلام الشاعر مهدي بن محمد الشريفي بيض الله وجهك يا ابو محمد الشاعر حسين بن منصور الشاعر محمد بن منصور الدكتور ابراهيم بن مسفر اجلنا اسماءكم يا الربع تقدير الاجناب اللي لهم حقنا علينا السلام عليكم الهديه مقبوله وموفره انا راعي المحل والله ما تباريني ولا تعرفني القارئ الحافظ لكتاب الله تركي بن حنش بيض الله وجهك يا ابو محمد صلاك انت خذها خلاص خذها بيض الله وجهك مسر بن ناصر الفهري بيض الله وجهه ويستاهل ابو حنش والله مجي هديه هديه هذه هديه هذه هديه خلاص هذه الهديه اللي قدموها الربع اللي يجعلهم يسلمون وحنا هالمحل وحنا نهدي احنا كلنا نهدي في المجلس لا لكل من جانا في ذا المجلس ضيفنا علينا من بعيد ولا من قريب الفهري جعله يسلم من يسمع اهدى ولدنا هديه والهديه اللي قدموها الربع والله العظيم انها هديه له ورب العالمين خير من الطلاق رب العالمين خير من الطلاق لا ترد الهديه وصلتك الهديه وتستاهلها نشكر من حضر ونشكركم جميعا ونعتذر ان قصرنا في شيء هدايانا رمزية قدر محبة وغلا وختاما نحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فقرة قزوعي تفضل يا طوال العمر
Let's go!
ما غزا بمتاجنا الطويلة
اسمع يا زين المدن يا غير المتالي.
من